قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. إذا كنت سمسار تاع طوموبيلات يا خويا غير ما كان لها تتفرج الفيديو، ما كان لها تكمل غير أخرج ديركت، لأنه الفيديو هذا راح يدخلك في حيط، راح يدخلك في اكتئاب، ما يخليكش ترقد مليح، وش راح نقول لك؟ راح تعاني وخلاص. الدنيا هذه دوارة يا السمسار. الجزائريين أني جبت لكم أخبار على بالي راح يفرحكم. إذا فرحكم خليوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنساوش ثاني زكارة في السماسرة وصلوا الفيديو هذا لكامل الناس عن طريق أنك تهبط برك تخلي اللايك تاعك. ما راك خسر والو، اهبط لتحت خلي اللايك تاعك اذا عجبك هذا الخبر. المهم جبت لكم زوج اخبار ملاح بزاف. نعم يا خوتي، الخبر الاول تعلق بنوع اول سيارة ولا اول علامة تتحصل على رخصة استيراد السيارات هنا في الجزائر، على بالي راح تعجبكم بزاف. وثاني خبر هو انه رسميا خرجت الشروط اللي لازم على كل جزائري تكون فيه ولا يديرها باش يتحصل على اي سيارة عجباته من هذا العالم الشاسع الواسع. تسمى اخويا المواطن اذا عجباتك كاش سيارة ما تشريهاش من عند السمسار، ما تخليش السمسار يتاجر بيك، وانما شريها من الخارج من اي بلد حبيت، وانما ما لقيت السعر اللي يساعدك تسمى هذه هي من الاخر السماسرة باي باي. الجزائري ذرك يحب يشري سيارة من وين يحب. وعلى بالي كلام كبير راهو يدور ويقول لك باللي الضريبة وما الضريبة وباللي السعر اللي راح تشري منه السيارة مثلا من الخارج راح يكون نفسه السعر اللي راهو هنا في الجزائر. يا اخويا السمسار، على بالي انت اللي نشرت هذا الخبر، وعلى بالي انتوما اللي راكم تروجوا لهذه الاخبار. معليش، الجزائري يشريها من الخارج وما يشريهاش من عندك، هكذا مليحة. رغم انه ما كانش منه الخبر هذا، لانه هناك تخفيضات كبيرة عن قانون المالية السابق، وان كان فيه ضرائب صح، ضرائب هذيك راح تخلي السيارات غالية نفس السعر، لكن الان تم تخفيض الضرائب هذيك بنسب كبيرة بزاف اللي راح تساعد الجزائري باش يجيب السيارة اللي حابها. ما عليناش، الان نروحوا للخبر الاول تاعنا في التفاصيل تاعو، واللي هي اول علامة تتحصل على رخصة استيراد السيارات. السيارة اللي يحبوها كامل الجزائريين ورخيصة وتساعد يعني الناس كامل، واللي هي سيارة شيري، علامة شيري. كما راكم تشوفوا هنا هذه اول علامة. كشف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي ان علامة شيري الصينية هي اول علامة تتحصل على رخصة مؤقتة لاستيراد السيارات. واكد مصطفى زبدي في وقت سابق عبر حسابه الرسمي في الفيسبوك تسليم رخصتين من الرخص المؤقتة لاستيراد السيارات. واشار زبدي ان هذه الرخصة المؤقتة تخص علامة سيارات اسيوية واخرى اوروبية، فضلا عن رخصة مؤقتة لدراجة نارية من علامة اوروبية. واضاف المتحدث في منشوره بان هناك 12 ملف تاع السيارات سيتم تسجيلها عبر المنصة الالكترونية في غضون الاسبوع المقبل. وختم رئيس حماية المستهلك منشوره بان وزارة الصناعة رفعت من وتيرة معاينة الملفات المقدمة لحد الان. كما على بالكم يا خاوتي بان علامة شيري معروفة بانها موجهة للطبقة الاقتصادية، يعني تجيب سيارة بمعايير تكون لا بأس بها وبسعر يكون في المتناول. نعم، خير من انك تشري الان سيارات اللي راهي متوفرة في السوق الجزائرية اللي ما تستاهلش كامل فوق 100 مليون يا خاوتي. سيارة كيو كيو سبحان الله لحقت 200 مليون، او بزاف والله غير بزاف يا خاوتي، زادوا عليها تاع بزاف تاع البزاف. وشاركوني انتوما يا الجزائريين برايكم في التعليقات حول هذه العلامة، وش رايكم فيها وش رايكم في هذا القرار الجديد. الان نروحوا للشروط، الشروط اللي لازم يديرها كل جزائري من اجل انه يجيب السيارة اقل من 3 سنوات من الخارج. هذه هي شروط شراء سيارة اقل من 3 سنوات وملف اقتنائها. على المواطن التقدم الى ادارة الجمارك وإناعة لهم السيارة التي تناسبه. راغب في استيراد السيارة الاقل من 3 سنوات يقدم الملف الى الجمارك، ثم تقوم بفحصه والتدقيق في التحويلات وطريقة تسديد الأموال. يتم تسليم الموافقة ورخصة استخراج السيارة ونموذج 864
حتى يتمكن من تسجيلها على مستوى مقر سكنه. ملف الاستيراد فيحتوي على فاتورة الشراء، سند شحن ووصول سيارة، ونسخة من شهادة اعتمادها، وكل مواصفات والبطاقة الرمادية التي كانت تسير بها السيارة في البلد الأصلي، بالإضافة إلى إحضار الشيك عن القابض، ويدفع ثمن السيارة في نفس اليوم ونموذج 864. ملاحظة، مقتني هذه السيارة أقل من 3 سنوات. هذا القرار يا أخوتي وهذه الملاحظة تخص السماسرة، لأن الجزائري على بالي حاب يكسب سيارة ويخليها عنده، نعم يخليها عنده ويستخدمها في أموره الشخصية كما على بالكم يا أخوتي. كم الجزائريين هذا هو تخمامهم، لكن السمسار يخمم يجيب سيارة ويحتكرها ويبيعها بسعر مضاعف ولا بسعر المهم أكثر من السعر اللي شراها به. مقتني هذه السيارة أقل من 3 سنوات لا يمكنه بيعها لمدة 3 سنوات أخرى، بمعنى إذا شريت هذه السيارة ما تقدرش تبيعها إلا بعد 3 سنوات. ثم هذه تمثل الضربة القاضية لسماسرة السيارات، ومازال كاين بزاف سماسرة هنا في الجزائر اللي لازم علينا احنا كجزائريين نحاربوهم. لازم ندعموا الدولة الجزائرية في محاربة هذو الناس، ونطالبوا حتى الدولة الجزائرية بمحاربة هذو الناس، وفي نفس الوقت نساهم نحن الجزائريون بمحاربة هؤلاء الناس. باي 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 السمسار، باي باي سمسار السيارات اللي كنت حاكم السوق الجزائرية لمدة 10 سنوات. كنتم تتحكمون في السوق كما تشاءون، درتوا رأيكم يا جدك يا خوتي. الآن لو كان تروحوا مثلا الأسواق اللي راهي دايرة هنا في الجزائر كامل، راح تلقاوهم هما بعد يساوموا في بعضهم البعض يا خوتي. تسمى هذا يساوم هذا باش يرفعوا سعر تاع السيارات. ويا الجزائريين اخطونا من واحد العقلية اللي لازم نحيوها. مش كل واحد كسب سيارة الآن في الوقت الحالي يقول بلي السوق ما راحش يطيح. ما تخممش غير على روحك خويا، ما تخممش غير على روحك، ودير في بالك مثلا انك شريت سيارة بسعر غالي وراح تبيعها بسعر رخيص، هذاك السعر رخيص راح يجيب لك سيارة اخرى في نفس النوع تاعها، تسمى في نفس المستوى تاعها. ما تخافش خويا، السوق الجزائري سيسقط. لازم كامل هكذا نمشيو بالشعار هذا، والله غير السماسرة غير ما يبقاو في السوق الجزائري، وبربي ان شاء الله كامل تركبوا السيارات وكامل تكسبوا السيارات. على بالي الجميع الحلم تاعو انه يكسب سيارة، منزل وخدمة، والسلام عليكم. ان شاء الله يا ربي كامل اللي راهم يشوفوا في الفيديو هذا يرزقهم ربي بهذا الشيء، ونوصلوا لهذا الشيء كي نديروا اليد في اليد ونحاربوا هؤلاء الناس، وهذو الناس اللي ما خلاتش الجزائريين يعيشوا الحياة اللي راهم حابينها، يتاجروا بالجزائريين في كل المناسبات. لازم يا خاوتي نحاربوه، ما كانش كيفاش. هاي السلام عليكم خاوتي. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.